يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله يا رابع مكملين بدرس القسمة بدون باقي. هنحل شوية أسئلة من الكتاب، اللي هي أول إشي الأسئلة هاي اللي يكون فيها أشياء ناقصة، بعدين نحل سؤال أو سؤالين مقالية، ومن نحكي عن شغلة عن موضوع التحقق في التسليم. طيب أول إشي هون بدنا احنا نعدي الكلام، تمام؟ هلا هو كاتب لك الارقام، تمام؟ يعني في اماكن كتير وكاتب فيها الارقام، بدي اياك بس انت تعديها او تسميها، تمام؟ فا يلا اول اشي نبلش به اللي هون اللي هي 7، هو كاتب هون 3، تمام؟ انا لما بدي اجي اقسم بقول هل 2 تقبل قسمة على 7؟ لا. ليه؟ لأنها أصغر منها ما بتقدر تواجهها. فبدي ياخذ مين؟ ياخذ 25. 25 أكبر من 7، إذا تقبل القسمة على 7. طيب هو حاطط لي إنه جواب 3، فأنا شو بدي أعمل؟ بس بدي أضرب في هون ضرب. طيب 3 ضرب 7 21. هلا 5 ناقص 5 ناقص 1 4، هاي 4 معناته هيها 42. وطبعا هو نزل لي الواحد على طول، هو نزل الواحد. طب مثل 42 بدي اقسمها منها 7، شو العدد اللي بضربه ب 7 بتعطيني 42؟ هي ال 6، فبحط 6 بالثلاث هون، بعدين 6 ضرب 7 اللي هي 42، هو ايش؟ حاطط لي 2، بس انا بدي احط الاربع. بعدين هو عامل الطرح، يعني ما عندي تبني اطرحها، هو عامل الطرح. طيب هلا نروح لمين؟ اللي بعدها. اول اشي بلش من هون، هل الواحد تقبل القسمة على 3؟ لا. ليه؟ لانها اصغر منها، إذا هي ما بتقدر تواجهها، أصغر منها. طيب هلأ بدنا ناخذ مين؟ ناخذ جارتها لحتى تساعدها أو تسامحها. فصرنا شو؟ أخذنا 13. هلأ 13 تقسيم 3، هل تقبل قسمة؟ تقول لي نعم. ليه؟ لأنه 13 أكثر من 3. طيب هو برضه كاتب لي الرقم اللي بدي أقسم عليه، كاتب لي إنه 4، فأنا بس بدي أضرب 4 في 3 12. طيب يلا نطرح 3 ناقص 2 1، 1 ناقص 1 هو منقص. هلا شو ضل علي؟ شايف لي 2، هي حاطط لك 2 عشان تنزلها، هي 12. طيب هيها 12 تقسيم 3، شو العدد اللي بضربه ب 12 بيعطيني 3؟ اللي هو العدد 4. يلا 4 بـ3 12، وأنا بس بدي أطرح هي 0 0، لأنه هناك كان هو طارح، أنا هون أنا بدي أطرح. طيب إذا هاي المسائل اللي بتكون فيها فراغات أو أشياء ناقصة، هو بكون كاتب لك شغلات وعامل عملية تقسيم، طالب منك تعملها، طالب منك تحط الأرقام اللي إيش اللي مش موجودة بس. طيب بدنا نشوف أسئلة، هلا بدنا نشوف أسئلة اللي هي كلامية، وإحنا بدنا نعمل سواء كانت يعني قسمة أو طبعا إحنا هلا بوحدة القسمة، فرح نقسم دائما في التوزيع، تمام؟ رح يكون شو؟ رح يكون قسمة. إذا أنا بدي أوزع مجموعة على أشياء، يعني مثلا هون بقول لك لدى مزارع 126 بيضة أراد أن يضع كل 6 بيضات في طبق، فكم طبقا يحتاج؟ هلا هو بيوزع 126 على 6 على اطباق، هو مش عارف قد ايه عدد هاي الاطباق، فلازم بالطبق الواحد يكون فيه 6 بيضات، معناته بدي اقسم على 6. طيب يلا نعمل العملية. أول إشي اللي هو بدي إياها، أولا هيها 126 تقسيم
ستين ستة صح؟ لأنه اتفقنا إنه هي توزيع. هلا بدي أعمل شو؟ بدي أقسم القسمة وأبلش أعمل قسمة. يلا نرسم القسمة. هاي متفقين إنه نفس الخط دي، بعدين نفس الخط تاني لتحت هيك، بعدين كمان خط برضه تخليه. بعدين وين المقسوم؟ وين المقسوم عليه؟ 126. 126 هي المقسوم، والستة هي المقسوم عليه. فالمقسوم اللي هو العدد كبير ححطه وين؟ أحطه تحت القسمة. يلا هاي مكانها تحت، المكان الكبير بنحط العدد الكبير. هايها 126. أما العدد الصغير اللي هو الستة بحطه هون. طيب إحنا شو متفقين على طول؟ إنه اللي المقسوم عليه بنروح نكتب جدول ضربه. المقسوم عليه بنروح نكتب جدول ضربه. فيلا نكتب جدول الضرب للعدد ستة. هاي عشان نعرف نبحث. طيب هاي ضرب ستة. هلا واحد ضرب ستة ستة، اثنين ضرب ستة اثناش، طيب يلا ثلاثة ضرب ستة ثمنتاش، أربعة ضرب ستة أربعة وعشرين، خمسة ضرب ستة ثلاثين، ستة ضرب ستة ستة وثلاثين، سبعة ضرب ستة اثنين وأربعين صح؟ لوين بنوقف؟ لحد التسعة صح؟ خمسة ضرب ثمانية وتسعة، ثمانية ضرب ستة ثمانية وأربعين، هلا تسعة بستة أربعة وخمسين. يلا هلا نبلش بالقسمة. نبلش من أول رقم. هلا مثل أول رقم اللي هو الواحد. هل الواحد تستطيع مواجهة الستة؟ تقول لي لا. ليه؟ لأن الواحد أصغر من الستة. معناته شو بدي أعمل؟ بآخذ جارتها لحتى تساندها. بآخذ جارتها لحتى تساندها. طيب يلا صارت مين؟ صارت 12. هل 12 بتقدر تواجه الستة أو بتقدر تقسم على الستة؟ بتقول لي نعم. ليه؟ لأنه 12 أكبر من الستة. طيب وين 12؟ هيها لقيتها. طالما انك لقيتها شو اللي بيعطيني 12؟ 2. معناته وين بدي احطها؟ هيها 2 فوق 12 تماما. بعدين قسمت، اجى وقت الضرب. يلا 2 ب 6 12. بعد ما اضرب اجى وقت الطرح. يلا 2 ناقص 2 صفر، 1 ناقص 1 كمان صفر. هلا اجى دور مين؟ اجى دور الستة، بدها تنزل. يلا نزل لي الستة. هلا هل تستطيع الستة مواجهة الستة؟ تقولي نعم. لماذا؟ لأنهم أربعة تمام متساويات. فإحنا متفقين إذا هم متساويات أو أكبر هي تقدر تواجهها، لكن إذا هي أصغر ما بتقدر. طيب هاي ستة، موجودة الستة بالجدول؟ أه هيها موجودة. مين اللي بيعطيني ستة؟ الواحد. طيب بحط الواحد فوق. طيب هلا اجى وقت مين؟ اجى وقت الضرب. واحد ضرب ستة بيعطينا ستة. بعد الضرب شو عندي؟ عندي ناقص. هلا ستة ناقص ستة يساوي صفر. تمام.
هلا ضل اشي ينزل، نتفرج هون نرجع للي فوق، في اشي ينزل؟ ما في. طيب الباقي قديش؟ صفر. هل صفر بتقسم ستة؟ لا. ما نجي نقول له انه هيك انتهت عملية القسمة بناتج. الناتج قديش؟ ناتج 21، والباقي قديش؟ الباقي 6. هلا احنا صرنا هي ثالث قصة بناخذ قصة، بس ولا مرة قلنا احنا كيف بدنا نتأكد او نتحقق من انه هل احنا عم نعمل قسمة صحيحة ولا لا؟ طيب اليوم بدنا نتعلم هل احنا بنعمل قسمة صحيحة ولا لا؟ في اشي اسمه التحقق. هلا بدك تركز معي شوي صغيرة لأنه هذا موضوع لسه ما أخذ بداية، تمام؟ إذا بدنا نروح لمين؟ للتحقق. كيف نتحقق إذا حلنا صحيح ولا غلط؟ هلا هو شو بيقول لك؟ بيقول لك إنه في إشي اسمه عملية التحقق بتتم ب المقسوم يساوي الناتج ضرب المقسوم عليه زائد الباقي. طب تعال نشوف كيف. هلا أول إشي وين المقسوم؟ نيجي هون للعملية، وين المقسوم؟ هي 126، صح؟ فرح أحطه هون 126 هو المقسوم. طب يساوي هلا وين الناتج؟ هي الناتج قديش؟ 21. طب حط ال 21 اللي هي الناتج ضرب مين المقسوم عليه؟ هي المقسوم عليه مو 6، هي 6. طب زائد مين؟ زائد الباقي. قديه الباقي؟ 0 زائد 0. هلا كيف بدي اتاكد اذا حلي صحيح ولا غلط؟ لازم شو اعمل؟ اضرب هدول. اذا طلع نفس الجواب اللي هون معناته صحيح، ما طلع نفس الجواب معناته غلط، صح؟ لانه حاطط بيناتهم يساوي. فأنا بسأل هل يساوي، بحط عليهم شو؟ علامة استفهام. هل تساويها؟ فيلا نتأكد. أول إشي كيف بدنا نتأكد؟ بدنا نضرب. تعال نضرب، إحنا بنعرف نضربهم، يلا نضربهم على جنب. هي 21 ضرب 6، يلا 6 ضرب 1 6، 6 ضرب 2 12، زائد 0 بتضلها 126. إذا 126 نعم تساوي 126، إذا جوابي صحيح، تمام؟ إذا جوابي صحيح. إذا كيف بتأكد أو بتحقق؟ بضرب فليس الناتج ضرب اللي مقسوم عليه زائد الباقي. لازم يعطيني، لازم يعطيني المقسوم اللي هو تحت، تمام؟ إذا الناتج هيها الناتج ضرب المقسوم عليه زائد هيك زائد زائد الباقي اللي هو هي الباقي. مين بده يعطيني؟ بده يعطيني المقسوم. يعطيك المقسوم. إذا أعطاك المقسوم معناته حلك صحيح، إذا ما أعطاك المقسوم معناته حلك خاطئ. إذا كيف بتحقق؟ هيها المقسوم يساوي الناتج ضرب المقسوم عليه زائد الباقي. طيب كمان سؤال مقالي، السؤال الثاني شو بيقول لك؟
وضع محمد 345 زجاجة عصير على 3 رفوف. كم زجاجة وضع علي؟ بدي وزع 345 زجاجة عصير على 3 رفوف. قديه بيحط بكل رف من هذول 3 رفوف؟ شو بدي أعمل؟ قسمة طويلة، صح؟ بدي أقسم، بدي أوزع. طالما الموضوع في توزيع معناته شو؟ معناته قسمة. طيب يلا يلا نعمل قسمة. يلا هاي 345 تقسيم 3. تمام، أول إشي بدي أعمل بدي أقسم القسمة مثل ما احنا متفقين. خط بعدين يقسم خط ثاني، يضيف ناجي لتحت، اخر شي خط رايح يكتر. هلا المقسوم بحطه تحت اللي هو العدد الكبير، بحطه تحت القسمة اللي هو هاي 345. تمام، بعدين العدد الكبير الصغير، عفوا العدد الصغير بحطه فوق اللي هو 3. هاي 3. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نكتب جدول المقسوم عليه. هاي افتح بدنا نكتب الجدول تبع 3. يلا نكتب جدولها. طبعا احنا كل ما قاعد نكتب الجدول لانه لساتنا بعدنا ببداية موضوع القسمة، ممكن اذا انت بتقدر تعمل قسمة من غير جدول الضرب فهذا ممتاز. تمام، يلا واحد واحد في 3 3، اثنين 6 9، بعدين 12 15، هي 5 6 18، 7 21، 8 24، 27 9. يلا طيب 2 3 4 3 5 3 15 6 3 18 7 3 21 8 3 24 و9 27. طب الآن بدي أبلش عملية شو؟ عملية القسمة. يلا نبلش بأول وحدة. هل الثلاث تقبل القسمة على 3؟ يقول لي نعم. لماذا؟ لأنها قدها تماما متساوية، إذا تستطيع أنها تواجهها. فيلا نيجي هون على 3. هي لقيتها، بحثت عنها لقيتها. طب مين اللي بيعطيني 3؟ اللي هي الواحد. فشو بروح بعمل؟ بكتب 1 فوق 3. هلا اجى وقت مين؟ اجى وقت الضرب. يلا 1 ضرب 3 3. بعد الضرب شو في عندي؟ طرح. هلا 3 ناقص 3 0. هلا شو بدي اعمل؟ بدي انزل المنزل اللي بعدها. مين اللي بعدها؟ الاربعة. هي 4. هلا الأربعة هل تستطيع مواجهة الثلاث؟ تقول لي نعم. ليه؟ لأنه يا مس هي أكبر منها، فهي تستطيع تواجهها لأنها أكبر منها. ممتاز. طب نبحث عن الأربعة، منلاقيها؟ ما منلاقيها. طب الأربعة بين مين ومين بتيجي؟ هلا هون بين 3 و6. طب مين المفروض آخذ؟ متفقين ناخذ الأصغر. فيلا مين اللي بيعطيني اياها كمان مرة؟ 1. 1 ضرب 3 3. هلا اجى وقت الطرح. 4 ناقص 3 1. هلا شو بدي اعمل؟ ينزل المنزل اللي بعدها. مين اللي بعدها؟ اللي هو 5. هي نزلت 5. هلا شو صارت؟ صارت 15. هل 15 تقدر تواجه الثلاث؟ تقول لي نعم. ليه نعم؟ لأنها أكبر منها. طالما هي أكبر منها بتقدر تقسم عليها. ابحث عن 15 هاي بتلاقيها مباشرة. مين اللي بيعطيني 15؟
الخمسة. تمام، ممتاز. إذا هاي خمسة، هلا إجا وقت الضرب. خمسة ضرب ثلاث 15. بعد الضرب شو عندي؟ عندي فرح. هلا خمسة ناقص خمسة صفر، واحد ناقص واحد صفر. طب برجع فوق، في إشي أنزله؟ ما في إشي أنزله. الباقي اللي هو الصفر، هل يستطيع إنه يواجه الثلاث؟ لا، معناته انتهت عملية القسمة بناتج 115، هذا الناتج، والباقي اللي بكون تحت اللي هو الصفر. قد ايه الباقي؟ صفر. طيب على السريع بس بدي اعمل تحقق، بدنا نعمل التحقق. متفقين كيف التحقق؟ اللي هو المقسوم يساوي المقسوم عليه، او عفوا الناتج، الناتج ضرب المقسوم عليه، اخر شيء زائد الباقي. طيب يلا نروح ندور عليهم. هاي فرج معي، هاي الناتج 115 ضرب المقسوم عليه. يلا هاي 115 ضرب المقسوم عليه اللي هو 3، بعدين انزل تحت الباقي اللي زائد الباقي قديش؟ الباقي 0، فبتحط زائد 0. طب شو لازم يساوي؟ هل بحط عليها علامة استفهام؟ هل يساوي مين؟ المقسوم عليه، أو عفوا المقسوم اللي هو 345. إذا ساوتها معناته حلي صحيح، إذا ما ساوتها معناته حلي خاطئ. طيب يلا أول إشي نضرب، إحنا بنعرف نضرب. يلا 115 ضرب 3، فيلا 3 × 5 = 15، هي 5 و1 باليد، 3 × 1 = 3، 1 = 4، آخر شي 3 × 1 = 3. هلا زائد قديش؟ زائد 0، زائد 0 بتضلها خمسة أربعة ثلاث، قديش ضلت؟ 345. هل تساوي الطرف الثاني؟ منها 345 بتساوي 345، معناته حلي صحيح، إذا معناته حلي صحيح. طيب هيك بنكون أدينا أول درس بالقسمة اللي هو القسمة من دون ضابط. المرة الجاية إن شاء الله برضه رح نعمل قسمة، لكن رح نعمل قسمة بإنه يكون في باقي، يعني مو شرط يكون تحت إيش هون، مو شرط يكون في صفر، ممكن يكون في أرقام ثانية. هذا إشي رح نعمله المرة الجاية إن شاء الله. خلينا نوقف لهون.